that this means a future of abundance, a future where there is no poverty, where people, you can have whatever you want in terms of products and services. It really is a fundamental transformation of civilization. في الفيديو ديال اليوم الخوت نتقاسم معكم معلومات حصريه كما جرات العاده وكما عودناكم. بدايه من ايلون ماسك، شتو شنو قال؟ قال لكم المستقبل تعيشوه برفاهيه، المستقبل بدون فقر، المستقبل يكون فيها كثره الانتاجيه، باش بالروبوات بطبيعه الحال، الروبوات يخدموا بلاصتنا. وهذه النظريه ديال النخبه والمنظوره وديال مؤامره او اللي غتدينا الى سنه 2030 تعيشوا الحياه السعيده ولكن بلا ما تخدموا بطبيعه الحال. نشرح لكم كلشي بالتفاصيل في هذا الفيديو، وهادشي قلناه بشحال هذا. الموضوع الثاني في نفس السياق كذلك، النمسا لي ترام يعني المتروات ولا الترانات، مستقبلا ما يبقاوش يسوقوهم بنادم، يبقاو يسوقوهم الروبوتات بطبيعه الحال. حليل وناقش، كثره العولمه ادت بنا كذلك الى الصين. الصين قالت سيدي طائره بدون طيار تنتج المطر بطائره على راس انهارها العظيمه. اكتشاف علمي جديد بطبيعه الحال، حلل وناقش الحوايج ما كيدخلوكش كاع الدماغ. والموضوع الاخير اللي كيهمنا الجميع هو بوتين. بوتين اللي فرقع الرمانه في واحد التصريح مرعب وتصريح جديد الى النخبه والمنظومه، قال لهم لن نسمح بالمثليه الجنسيه كما ترغب امريكا واوروبا. وهذا الموضوع كيهمنا احنا كمسلمين، وهنا تعرفوا الحقيقه في دقيقه. فلهذا اللي يعجبو هاد الموضوع ديال اليوم يبارطاجي على اوسع النطاق باش انك تدي فيه شويه ديال الاجر. الله يجازيكم بخير، تابعونا بعد الفاصل ونعطيكم كلشي بالتفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد، موضوع جديد مع فيصل المدن بقناه فيصل برشلونه. خوتي المغاربه العرب المسلمين على جميع بقاع العالم، كما عودناكم على هذه القناة الصغيرة من أجل التوعية والتنوير والتحذير كذلك. ما تنسوناش في اللايكات، وراكم نسيتونا شوية في اللايكات، الله يجازيكم بخير، وبارطاجوا هذا الموضوع على أوسع نطاق. وندخل معكم في الموضوع، خير الكلام ما قال ودا، البداية من روسيا بوتين والتصريحات المرعبة والجديدة لمن؟ الأوروبا وأمريكا كذلك. حيث قال لهم لن نسمح بالمثلية الجنسية كما تريد أو ترغب أمريكا وأوروبا. قالك سيدي على ان البلاد ديالو ما غاديش تسمح بافكار الغرب وامريكا بنشر الجنس الثالث، وانتم عرفتوا شكون هو الجنس الثالث بطبيعه الحال. هاد بوتين راجل بمعنى الكلمه، خارج فيهم طول وعرض، ما كاينش مرحميني، ما غاديش معاهم في نفس السياق بطبيعه الحال. مضيفا على ان السيد المسيح اللي امنوا به هما اشار الى ضروره الحفاظ على القيم الانسانيه وتصرفات الناس. كلام منطقي، حنا في الدين ديالنا كمسلمين ما كنتقبلوش الجنس الثالث، ما يمكنناش نتقبلوه بطبيعه الحال. حيث اضاف يعني خلال مراسيم توقيع اتفاقيات بعد انضمام اربعه مناطق جديده الى روسيا. كما كتشوف معايا هادو هما المناطق الجديده اللي تزادت على روسيا، وانتم عارفين هذه المساله، هذه عارفينها حديث الساعه. قال لهم على ان الغرب اصبح يرفض الديانات والقيم والعادات، وانتم عارفين كمسلمين ولينا كنشوفوا الغرب على انه ولا كيبدل كل شيء، ولا الحياه تبدلات ولا راسا على عقب. هادي نسيوك الدين ديالك، نسيوك العادات التقاليد ديالك، نسيوك منها بطبيعه الحال. سمحوا لي، وهذا الشيء كتشوفوه بعينكم على ارض الواقع. هذا هو النظام العالمي الجديد، هذا هو العالم الجديد. نزيدكم قال لكم متسائلا، هل نريد نحن كشعب روسيا ان يسمى الوالدين بالوالد رقم واحد والوالد رقم جوج، يعني ونساو الام والاب، يعني الام سماوها رقم واحد والاب رقم جوج؟ راه ما يمكنش، ما دخلاش العقل، ما دخلاش لحقاش. هادو جويجات، هاد جوج صبيعات بحال، هذا رقم واحد وهذا رقم جوج، ما يمكنش. يعني ما يمكنش الاب والام، ما يمكنش نبدلوهم، ما يمكنش. وهذا تصريح خطير، واكد ان العالم يدخل الى حقبه جديده. هادشي بوتين تيقولو،
متعددة القطبية تدافع فيها الدول عن استقلالها وإرادتها ورغبتها في التنمية، لافتا إلى أن الغرب يتحدث عن الردع ويعني بذلك المواجهة والوقوف ضد أي مركز للتنمية المستقبلية. أفهموا الخوت، نصيحة من نشوف أنتم راجل قدو قداش حاكم دولة وتيقول لكم حنا ما ديش نشوف داك السياق، ماشي بحالنا حنا كنشوفوا شي حوايج في البلدان العربية تنقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الموضوع ديال اليوم نتقاسم معكم اليوم. والموضوع الثاني نفس السياق كذلك، وتحية البوسيم بطبيعة الحال اللي هو وقف الدكدكيات، وقف كل شيء، تفرشات يعني وقف العالم، وقفوا العالم وقف، تحية ليه من القلب. كذلك واحد مسألة جد مهمة، ايلون ماسك كيما شفت معايا بداية الفيديو، النخبة المنظومة شنو كتقول لنا بشحال هادي باش اننا نوصلوا الى النظام العالمي الجديد اللي هو 2030. كانوا تيقولوا لنا تعيشوا الحياة السعيدة بلا ما تضربوا التمارة، وكان داخل في نطاق الدكدكيات، يعني داخل انك تدخل السيستيم، ولكن انت ما داخلش السيستيم غتمحن وغتعيش محن. الا كنتي في المنطقة الخضراء اطلب داكشي اللي بغيتي، كما قلت لكم على ان الرقمنه المستقبليه او الديجيتال، الدرهم الديجيتال حنا نسميوه، كيعطيك واحد قدر الفلوس انك تعيش به. دابا ايلون ماسك قال على فموجات على لسانه وشتو على ان المستقبل ما يبقاش فيه الفقر، الفقراء ما يبقاوش، المستقبل تكثر فيه الانتاجيه، المستقبل تعيش فيه الرفاهيه. علاش؟ لقاش يكثروا الروبوتات بطبيعه الحال، الروبوتات هما اللي يخدموا بلاصتك انت وبلاصتي انا في أقل الأشياء، أقل الأشياء يعني أعمال بسيطة الروبوت يخدمها. شوفوا بلاد مجبدين العينين، الروبوت ولا هو المدير العام ديال الشركات، شتو بعينيكم تقسمت معكم هاد المواضيع هادي. الشركات كبرى في الصين، روبوت هو المدير العام، هو اللي كيسني الكونترات، هو اللي كيسني الصفقات، هو كيقرا الصفقات، هو اللي كيدير هادي. يعني بنادم يولي زايد، بنادم يولي جالس واكل ناع الشرب الحياة السعيدة. باش نقول لكم ان مستقبلا تعيشوا الرفاهية، وهذا الشيء جاء على لسان ايلون ماسك، هو المدعم كذلك من المدعمين ديال النظام العالمي الجديد. راه كلهم بحال كلهم سواسية. تصور معايا ما تبقاش خدام، اولا الروبوات، وهذا الشيء كتلاحظوا انتم بعض الشركات في نفس السياق كذلك. من النمسا خرجت النمسا مباشرة وقالت لكم ديك المتروات والترانات والترام يبقاو سوقهم الروبوات، يعني الروبوت هو اللي سايق بك ماشي بنادم بلحمو وشحمو. شوفوا التغيير فين غادي، شوفوا التغييرات فين غادا، التغييرات المستقبليه، يعني بنادم يولي زايد على الارض السعيده. راه ما يمكنش انك ما تخدمش وتعيش الرفاهيه واكل ناع الشرب، يعني كاين شي حاجه اننا يتحكموا فينا، ترجعوا مرحله العبوديه، انهم بغاو يتحكموا فينا ويعطيونا باش نعيشوا والقدر باش نعيشوا. وهذا الشيء قلتو في الفيديوهات السابقه على انك ما كاينش توفير وما غاديش تبقى توفر، ما غاديش تبقى توفر، لقاش الروبوات هما اللي خدامين عليك وانت يعطوك قدر ما اللي تعيش به من طقطق. السلام عليكم، يعني داك 300 ولا شحال توفر شهر الدخل عندك الخلاص ديالك ونهايه الخلاص، يعني تاريخ انتهاء الفلوس ديالك، داك الفلوس اللي عاطينك توفر 300 اورو ولا 100 اورو يديوها لك هما، يعني خص تعيش. هذه تخسرها هنا 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 هنا، هذه خلاصة القول. هذا هو النظام العالمي الجديد، ولكن جهة الله ما غاديش نساهموا فيه. اخر خبر باش متعلق بالصين، بلاد مجبدين العينين، تصوروا معايا الصين اللي هي بلاد مجبدين العينين بطبيعة الحال، جابت لكم الجديد مع العلم. هذا الشيء كنت تسمعونا في الخيال العلمي، الناس في الخيال العلمي كنا سمعنا هذا الشيء وما كنتش نتيقوا، الخيال العلمي اصبح حقيقه مستقبل ولينا كنشوفوه كحقيقه. تصور معايا على ان هناك طائرات بدون طائر، بدون طيار، تنتج المطر على راس انهارها العظيمه، يعني طياره استخدمت الصين طائره بدون طيار كبيره لانتاج امطار صناعيه في منطقه تصل مساحتها الى 15000 كيلومتر مربع وهي منابع العديد من انهارها الكبيره. تصوروا معايا، والسعوديه شريت منها جوج طيارات باش انها تخدم لك الطيارات بدون طيار، وطيح الشتا وطيح الامطار. انا واش هادشي، انا بغيت نتاكد واش هادشي بصح ولا كذوب،
قسمتو ما سيدي قالك هما كيتحكموا في الجو، هما كيطيحوا لنا الامطار، هما اللي كيديروا لنا الغيام، هما اللي يطيحوا لنا الثلوج، هما اللي كيطيحوا لنا هادي. واش هادشي بصح الخوت؟ انا بعدا كاين راه انت ما غاديش تدخل للعقل، الانسان العاقل ما يدخلوش العقل هادشي الا ما شافو بعينيه، الا ما شفتو بعينيه عاد نتيق. ولكن هادشي راه كثر الخوت كثر. هادي اخر يعني العولم الخيال العلمي في المصر واللي كنشوفوا حقيقه. حنا كنا تنقولوا شحال ديال توصل سنه 2020 ما عرفناش نشوفوا الصغر ديالنا، دابا كنقولوا توصل 2030 ما عرفناش يوقع. الناس كيتحداو الخالق ولكن جهد الله ما يقدروش عليه، الكل بيد الله وحنا ما غاديش نساهموا في هذا الشيء. هذه خلاصه القول، هذه هي المعلومات اللي تقاسم معكم الخوت. فلهذا الخوت اللي عجبو الموضوع للفيديو يعطيه اللايك ديالو، بارطاجيه على وسائل واللي كيشوفني اول مره شارك معايا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. احبكم في الله، راكم في الخير كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا على المتابعه.